مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من المشهد مخصصه في هذه الحلقه لقرارات الولايات المتحده حول تجديد العقوبات ضد ايران. في الواقع ان القلق يتصاعد الان، وما زالت ردود الافعال تتوالى على قرار امريكا بعدم تجديد الاعفاءات لمستوردي البترول الايراني، والذي شمل انهاء اعفاء 8 دول وهي الصين، كوريا الجنوبية، الهند، اليابان، تايوان، تركيا، اليونان وإيطاليا. أعلنت الولايات المتحدة أنها تهدف بهذا القرار إلى منع إيران من تصدير النفط تماما والوصول إلى رقم صفر. ولكن في المقابل إيران تتحدى وتقول إن أمريكا ستندم على هذا القرار، بل أن المرشد الأعلى علي خامنئي صرح وقال إن إيران تستطيع أن تصدر الكمية التي تريدها من النفط رغم القرار الأمريكي، وأن أمريكا ستفشل في أهدافها ضد إيران. مدى تأثير هذا القرار على منطقة الشرق الأوسط وعلى استقرار المنطقة؟ مدى تأثير هذا القرار على أسعار البترول عالميا وعلى الأوضاع الاقتصادية؟ وهل بالفعل باتت المنطقة على أعتاب حرب وشيكة؟ أم أن القرار سيردع إيران بالتأكيد عن توسيع نفوذها؟ فتضطر أن تجلس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. أسئلة عديدة نطرحها ضيفتنا الكريمة التي تشرفنا اليوم في حلقة اليوم من المشهد، الأستاذة هدى رؤوف الباحثة المتخصصة في الشؤون الإيرانية. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه هدى. يعني اسمحي لي ابدا مع حضرتك ب يعني التصريحات او الهدف المعلن من قرار الولايات المتحده بانها تجعل تصدير النفط الايراني صفر، وفي المقابل كما قلت في المقدمه ايران تتحدى وتقول انها سوف تصدر الكميه التي تريدها. الى اي مدى يمكن للولايات المتحده ان تطبق يعني هدفها من هذا القرار؟ في الحقيقة طبعا التصريحات الأمريكية أو حتى التحركات، يعني لم تعد تصريحات ترامب يعني تقف عند مرحلة التصريحات اللفظية، لكن هناك فعلا بالفعل خطوات لتحقيق مزيد من الضغط الاقتصادي لأقصى حد على إيران والوصول إلى النفط، تصدير النفط إلى درجة الصفر. طبعا لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى مرحلة، لأن إيران لديها من الأدوات أو الآليات التي تستطيع أن تتحايل بها على ما يتم فرضه عليها من حظر أو من ضغوطات. هناك بعض الدول التي لها علاقات مع إيران، على سبيل المثال الصين يعني مثلا أو وتركيا يعني. فلو إحنا بنتكلم على أن تصل بمرحلة تصديرها من النفط لدرجة صفر، لن تصل إلى هذه الدرجة. ولا أعتقد أن النظام الإيراني من يعني من السذاجة أو من يعني يصل إلى درجة من التعنت في سلوكه إلى أن يصل لمرحلة تضغط الولايات المتحدة يصل إلى درجة الصفر. هناك مرحلة ما يستطيع النظام أن يبدأ في أن يقدم نوع من يعني يتوائم أو يتكيف مع الضغوطات، في أن يبرز نوع من التساهل. من تساهل بمعنى تساهل بمعنى إيه؟ يعني هل الولايات المتحدة يقال إنها تهدف بهذا القرار إلى الضغط على إيران للجلوس على طاولة المفاوضات؟ هل برأيك أن هذا هو الهدف الرئيسي من هذه القرارات، وهل ستصل إليه إيران؟ هو ده طبعا الهدف الرئيسي. يعني نجد ان ترامب طبعا اثناء وعوده الانتخابيه كان بيتحدث عن الاتفاق النووي، عن موقفه المتشدد من ايران. حتى في الاداره الامريكيه بنجد جون بولتون ونجد بومبيو وزير الخارجيه، كلهم من يعني الصقور ومن الشخصيات المعروفه بمواقفها المتشدده من ايران حتى من قبل ان ياتوا الى الاداره الامريكيه. وبالتالي هناك بالفعل موقف متعنت ومتشدد من الاداره الامريكيه تجاه إيران من أجل إجبارها، يعني من أجل إضعافها وإجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات، وبالتالي الوصول إلى اتفاق نووي أو اتفاق شامل لا يشمل فقط الموقف أو الملف النووي الإيراني، وإنما أيضا يشمل السلوك الإقليمي، بعض الملفات الإقليمية، أو أن يؤدي هذا الضغط إلى إضعاف النظام في الداخل وبالتالي تغييره. يعني
يعني هذا يتفق هي مع يعني هاخد السيناريوهين دول. السيناريو الاول يتفق بعض مع بعض ما قاله بعض الخبراء فيما يتعلق بانه انسحاب الولايات المتحده من الاتفاق النووي كان مخططا له لكي يصل الى هذه النقطه فيعيد ادخال ايران في مفاوضات جديده لعقد اتفاق نووي جديد بشروط جديده. يشمل ملفين يعني بجانب الملف النووي هو يريد تضمين ايضا ملفات الاقليميه، السلوك الايراني في اليمن، في العراق، في لبنان، في سوريا، وهناك ملف ايضا خاص بمنظومه الصواريخ الباليستيه الايرانيه، وبالتالي هو يريد ان يتم التوصل الى اتفاق يشمل هذه الملفات. ايران ترفض هذا. السؤال هنا، ما الذي قد يجبر ايران على ان تجلس على يعني الى مائده المفاوضات وتتفاوض على هذه الملفات، خاصه ان هذه الملفات مرتبطه بشكل اساسي ورئيسي بالمصلحه الوطنيه الايرانيه، وبالتالي هناك جانب يعني انا بتصور ينقص الموقف الامريكي، هو لابد الموقف الامريكي حينما يعلن انه يريد الضغط من اجل اجبار ايران على التحول في موقفها، لابد ان يكون هناك نوع ايضا من الاغراءات. ما هو الترغيب او ما المقابل الذي يجبر ايران؟ ما الجزر بالضبط كده، العصا والجزر، يعني حتى اوباما كان بيفعل ذلك، حتى بوش نفسه كان بيفعل ذلك، وبالتالي ما الذي يجبر ايران على الجزء، خاصه وان الايرانيين او الشعب الايراني او الشخصيه الايرانيه والقياده الايرانيه هناك جزء مهم جدا في شخصيته وهي فكره الكبرياء الوطني، وبالتالي لن تجدي تصريح إيراني يتحدث عن الضعف والاستسلام وبالتالي الرضوخ للضغوط الأمريكية. مقابل الضغوط الأمريكية سيكون هناك تصعيد أيضا إيراني. طب برأيك أستاذة هدى، ما هي الجزرة بالنسبة للإيرانيين أو ما يجب على ترامب أن يقدمه لإيران كوسيلة للترغيب؟ هو الإيرانيين لو إحنا جينا يعني برغم أي الموقف المتشدد الإيراني، لكن إيران تريد الاندماج مرة أخرى في المجتمع الدولي، وتريد الاندماج في الاقتصاد الدولي، وتريد أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يعترف بها كقوة إقليمية كبرى في المنطقة، وأن يكون وأن مصالحها يجب الاعتراف بها. هي تريد يعني نوع من الاعتراف بها كقوة، يعني هناك مثلا دول عربية زي السعودية، زي الإمارات، زي مصر، زي إسرائيل لها مصالح في المنطقة، وبيتم احترام هذه المصالح والتعامل معها. إيران تريد نوع من هذا، وبالتالي إيران تريد أن تتحقق مصالحها في سوريا وأن يتم احترام هذه المصالح من جانب الأطراف العربية والأمريكية أيضا. تريد أن تظل في العراق وتتحقق مصالحها في العراق، فهي تريد نوع من الريكوجنيشن أو الاعتراف بها كقوة إقليمية لها مصالح. تريد أيضا أن يتم تضمينها في الترتيبات الأمنية التي تتم. كل الترتيبات الأمنية التي تتم في الخليج العربي تتم من خلال الدول الخليجية العربية والولايات المتحدة، لا يوجد أي دور إيراني. إيران تريد أن تلعب دور في فكرة أنها يعني توفر أمن واستقرار، هي تريد الاندماج، ولكن السلوك الإيراني هي تتبع سلوك يعني يستهدف بالأساس أن يكون في يدها عديد من الملفات للضغط. يعني فهنا لابد من أن الولايات المتحدة حينما تفرض هذه الضغوطات وتريد من إيران أن تغير موقفها، لابد أن يكون هناك تلويح بما هو المقابل. نعم. إلى حد ما ده يخلينا نسأل على موقف الدول المختلفة والمجتمع الدولي. بالفعل الصين اعترضت على هذا القرار وقالت أنه قرار أحادي الجانب وسيش يعني يؤدي لإشعال المنطقة. روسيا أيضا رفضت القرار، أوروبا أعلنت عن أسفها. كيف تقيمين كل هذه المواقف وردود الأفعال؟ في الحقيقة يعني أنا عايزة أشير لحاجة، إن أحد نقاط القوة بالنسبة للسياسة الإيرانية في المنطقة هو تفاوت المواقف الدولية، بمعنى نجد أن هناك موقف أمريكي متشدد جدا تجاهها، لكن في المقابل هناك موقف أوروبي متعاطف بدرجة ما، هناك موقف روسي وموقف صيني، يعني هناك شراكة وعلاقات قوية واستراتيجية بين إيران وروسيا والصين، وبالتالي يعني هي بتجد منفذ ويعني مخرج لبعض الضغوط التي تتعرض لها من خلال علاقتها بهذه الدول. أنا في رأيي أن تباين المواقف الدولية ده بيعطي مساحة وقوة للحركة الإيرانية أو مساحة للمناورة إلى بدرجة ما. طبعا الاتحاد الأوروبي يعني والصين وروسيا يريدوا طبعا استمرار إيران في الاتفاق النووي، عدم الخروج منه، بيحاولوا بشكل ما أن يعوضوها عن الخسائر التي لحقت نتيجة خروج الولايات المتحدة. فلذلك نجد مثلا الآلية المالية إنستكس التي ابتكرتها دول الاتحاد الأوروبي، لكن حتى الآن لم يتم تقييمها، وبالتالي بنجد أن هذا الموقف يعني إلى حد ما بنجد أنه داعم لإيران لكنه ليس
قوي وكافي. فقد يعني هناك بعض المفاوضات، لكن في النهاية بتجدي أن الدور الأكبر سواء على مستوى النظام الدولي أو حتى في المنطقة هو للولايات المتحدة الأمريكية. طب اسمحي لي أستاذة هدى، يعني نستمع ونتابع تقرير يعرض بعض التفاصيل عن هذا الموضوع ثم نستكمل حوارنا، نتابع. ضد إيران بعدما فرضت أقصى الضغوط والعقوبات الاقتصادية، منها إنهاء كل الإعفاءات التي كانت قد منحتها لثمان دول لمواصلة شراء النفط الإيراني. البيت الأبيض أوضح في بيان أن الرئيس الأمريكي ترامب ينوي التأكد من أن صادرات النفط الإيراني ستصبح صفرا، وبالتالي حرمان النظام من مصدر دخله الأساسي، حيث بات ابتداء من مايو القادم على الدول السبع وهي الهند، تركيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، إيطاليا واليونان التوقف تماما عن شراء النفط الإيراني. كما حذر وزير الخارجية الأمريكي من تطبيق العقوبات إذا لم تلتزم الدول بالقرارات. إيران وصفت مجددا العقوبات الأمريكية بغير القانونية، وأن العقوبات الأمريكية لن تبقى من دون رد. في المقابل أعربت تركيا وكوريا الشمالية عن الأسف الشديد لصدور هذا الموقف الأمريكي، مع العلم بأن البلدين يعتبران من حلفاء الولايات المتحدة. وعبرت أيضا المفوضية الأوروبية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول للسماح بشراء النفط الإيراني. من جانبها نددت روسيا بسياسة الولايات المتحدة العدائية والمتهورة تجاه إيران بعد قرار واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي تواصل شراء النفط من هذا البلد، وقالت إن هذا التصرف لن يضيف أي مكانة دولية للأمريكيين، كما أن باقي العالم يدرك تماما أن سياسة واشنطن تزداد عدائية وتهورا. كما أكدت على أن مواصلة الولايات المتحدة لفرض هيمنة عالمية لا تهدد المجتمع الدولي بإجراءات اقتصادية عقابية فحسب، بل أيضا تقرع طبول الحرب بشكل واضح. ويأتي هذا القرار الأمريكي بعد أسبوعين من وضع الحرس الثوري الإيراني على اللائحة السوداء الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، حيث تهدف واشنطن من حملتها هذه إلى وضع حد للنشاطات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها طهران في الشرق الأوسط، خصوصا في لبنان واليمن وسوريا. ويعتبر منع شراء النفط الإيراني أهم بنود العقوبات الأمريكية التي أرادتها واشنطن أن تكون الأقصى في التاريخ. وتقدر الإدارة الأمريكية العائدات النفطية الإيرانية بنحو 40% من إجمالي عائدات الدولة. عودة مرة أخرى إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة هدى رؤوف الباحثة المتخصصة في الشؤون الإيرانية. أستاذة هدى، يمكن أسأل حضرتك عن موضوع العقوبات مرة أخرى. يمكن زي ما سمعنا في التقرير أنه الموضوع مش بس هيكون عن البترول، ده البترول هو أو النفط هو العقوبة الأوضح والأقصى، في عقوبات أخرى. أولا، هل الدول الثمانية اللي كانت واخدة الإعفاءات خلال الست شهور الماضية هتلتزم بالفعل بهذا القرار الأمريكي، وإلى أي مدى من الممكن أن يؤثر على ارتفاع أسعار النفط في العالم؟ هي ربما طبعا أنها تلتزم بالقرار أو أنها تطلب، يعني حتى الآن لم تتضح الصورة، ربما تطلب من الولايات المتحدة، يعني كوريا الجنوبية واليابان بالفعل يعني التزموا، والصين رفضت. تمام، لا أعلم بقية الدول الحقيقة، لأن الصين هنجد مثلا على سبيل المثال زي ما قلت حضرتك علاقتها قوية جدا، هناك مصالح قوية بينها وبين إيران. من جانب آخر نجد أن الشركات الصينية هي شركات تابعة للحكومة، وبالتالي الحكومة الصينية لا تستطيع الحكومة الأمريكية أن تفرض عليها أمر ما، وبالتالي التوجهات تأتي من الحكومة الصينية التي لها علاقات جيدة بإيران. الأمر الآخر بالنسبة للدول الأخرى، ربما تنسحب بعض
شركات مثل شركات الاتحاد الاوروبي زي توتال مثلا وايرباص حينما انسحبت خوفا من العقوبات الامريكيه، لان هذه الشركات حينما تقارن بين جدوى الاقتصاديه من الاستثمار في ايران او التعامل مع ايران ومن العقوبات التي او حرمانها من السوق الامريكيه، طبعا لابد انها بالنسبه لها السوق الامريكيه هي الافضل. لا اتصور طبعا ان الموقف سيتم تصعيده الى ان تصل الى نقطه الصفر، لان في النهايه يعني النفط يعتبر مهم جدا، يعني نسبة كبيرة من الدخل القومي الإيراني تعتمد على عائدات النفط، وبالتالي يعني طبعا الموضوع إعادة فرض العقوبات أثر اقتصاديا على الداخل الإيراني من ناحية القوى الشرائية للعملة الإيرانية، من ناحية التضخم، من ناحية استمرار الضغوطات والخانقة الاقتصادية، وبالتالي ده انعكس حتى أيضا في الاحتجاجات التي استمرت لمدة أكثر من عام في الداخل الإيراني. وبالتالي لا أتصور ان النظام الايراني سيستمر في تعنته، بالعكس هناك انا في تصوري ان دايما في مستويين للتعامل مع الولايات المتحده، هناك المستوى العلني بين ايران وبين الولايات المتحده، هناك دايما المستوى العلني اللي بيتسم بالتصعيد دائما والضغوط والضغوط المقابله او تصريحات وتصريحات مضاده، هناك مستوى اخر من التعامل بيكون مستوى سري، بيكون هناك نوع من قنوات للتفاوض. وبالتالي هل ده شبيه بما يحدث مع كوريا الشماليه؟ مستويين يعني لا، وبصرف النظر عن كوريا الشماليه ده تاريخ يعني حتى منذ تاسيس النظام الاسلامي الايراني في السبعينات دي كانت العلاقات تستمر هكذا، يعني كان هناك يعني فضيحه ايران جيت حينما كان تم اثناء الحرب العراقيه الايرانيه، حينما تم الكشف عن ان الولايات المتحده التي كانت تدعم العراق في حربها ضد ايران كانت ايضا تصدر سلاح لايران، وبالتالي هناك مثلا قبل الاتفاق النووي في 2015 كان هناك مفاوضات سرية لا يعلم عنها أحد تتم في سلطنة عمان بين الإيرانيين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي اللي أقصده أن ربما في ظل التصعيد العلني في المشهد، لكن هناك قنوات لمنع تفاقم الأزمة. تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني بأنه جماعة إرهابية، رد عليه البرلمان الإيراني أمس بالموافقة على مشروع قانون باعتبار القوات الأمريكية هي قوات إرهابية. هل يأتي هذا يعني هذان الموقفان في إطار التصعيد العلني اللي قلتي حضرتك دلوقتي؟ طبعا بالضبط. وحاجة كمان أن المرشد علي خامنئي رشح عين قائد جديد للحرس الثوري معروف ب يعني تصريحاته التي تتسم بالتهديد طيلة الوقت، لا يوجد فيها نوع يعني بالعكس هي يعني تتسم بالتشدد، وبالتالي دي رسالة من النظام الإيراني أن في مقابل الضغوط الأمريكية يصاعد النظام وأنه لن يرضخ، هي رسالة يحاول أن يوصلها. هناك أيضا يعني حينما نتذكر منذ شهرين حينما قدم جواد ظريف استقالته اعتراضا على عدم وجوده أثناء زيارة الرئيس بشار الأسد لإيران وعدم وجوده في الصورة التي تم تداولها، والصورة يوجد بها قائد الحرس يوجد بها قاسم سليماني قائد قوة فيلق القدس التي تقوم بالدور الإيراني في المنطقة. وبالتالي نجد أن النظام الإيراني يريد في مقابل الضغوط الأمريكية أن يصدر أن لديه من الأدوات وأنه سيتجه إلى مزيد من التعنت والتشدد، حتى يعني يبرز زي ما قلت لحضرتك فكرة الكرامة والكبرياء، وفي ناحية أخرى حتى يعني يضغط لأنه يريد أن هو الآخر يحصل على مكاسب، لأن في النهاية أنا أرى أن النظام الإيراني يريد الاندماج في المجتمع الدولي، يريد الاندماج في المنطقة، وبالتالي هو لا يريد العزلة، يعني حتى إيران برغم هذا التصعيد هي تريد المصالحة والجلوس للتفاوض مع الولايات المتحدة، هي لا تريد أن تعود إلى العزلة، يعني بدليل أن المرشد وافق في 2015 على عقد الاتفاق النووي، يعني ده مؤشر أن إيران تريد الاندماج في المجتمع الدولي وأن تحصل على المنافع الاقتصادية. أي من الطرفين هيحصل على منافع أكبر ربما ده يكون هو يعني هذه هي النقطة. طب اسمحي لي أستاذة هدى، معنا على الهاتف الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور مختار. مساء الخير عليك وعلى مشاهديك. أهلا بحضرتك دكتور مختار. يعني هذا القرار الأمريكي بتشديد العقوبات ضد إيران إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر على استقرار المنطقة أو على تكوين تحالفات داخل المنطقة؟ شوفي يعني هي مسألة هي مش تشديد العقوبات، هي سحب الاستثناءات للثمان دول اللي كانت أعطتهم للولايات المتحدة الأمريكية لهم حق استيراد النفط الإيراني.
الولايات المتحدة الأمريكية تريد من هذا القرار أن توصل المنتج الإيراني القابل للتصدير إلى الصفر. الرد الإيراني كان ردا صريحا أن مضيق هرمز معرض للسداد أو للغلق. الجزئية الثانية أن المملكة العربية السعودية وأن دولة الإمارات تتحملان مسؤولية يعني إعادة اتزان سعر النفط الموجودة في السوق العالمي نتيجة هذا الضغط اللي بيمارس على إيران. القضية هنا مش قضية تجديد الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات المفروضة على إيران أو سحب الاستثناءات اللي الولايات المتحدة الأمريكية قد أعطتها لثمان دول، وفي بعض من هذه الدول هي معترضة على الضغوط اللي بتمارسها الولايات المتحدة الأمريكية عليها وعلى رأسها تركيا والصين، لكن هي القضية الآن دخول أطراف عربية في حدية هذا الصراع الموجود ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. هنا عندك إشكالية. الإشكالية الموجودة هنا هي ليست في إيران ولكن في الأجنحة الإيرانية الموجودة في أربع دول موجودة في المنطقة العربية. حزب الله الموجود داخل الساحة اللبنانية مش بعيد عن هذا الصراع، الحوثيين داخل الساحة اليمنية ليسوا بعداء عن هذا الصراع، الحشد الشعبي الموجود في العراق وهم أكثر من ثمان منظمات، عصائب أهل الحق وفيلك بدر وكتائب أبو الفضل العباس وسرايا السلام وكتيبة النجباء ليسوا بعيدين عن هذا الصراع، ثم الحرس الثوري وقائد فرق القدس قاسم سليماني في سوريا ليسوا بعيدين عن هذا الصراع. أنا من وجهة نظري قضية تشديد هذه العقوبات بعيدا عن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية في تحجيم إيران، وأنا أراه أن دي مسألة صعبة، لكن هي مشكلة هذا التجديد هي دخول أطراف عربية في حدة هذا الصراع، الخشية أن يتطور هذا الصراع ليطول دول عربية هي في غنى تماما عن أن تدخل في صراعا عسكريا صريحا مع إيران في هذا التوقيت الحرج. طب هل تستطيع الإمارات والسعودية أن تتحمل تكلفة يعني هذا الموقف الأمريكي الجديد؟ هو ده السؤال اللي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجر أو تحاول أن تسحب العالم العربي إليه. في بداية الأمر حاولت أن تشكل ما يسمى بالنيتو العربي، مصر والأردن ومجلس التعاون الخليجي، ليكون في مواجهة إيران بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. هذا النيتو، خليني أقولك بس النقطة دي، هذا النيتو العربي عنده إشكالية. إشكالية أنه مصر لها مطالب نتيجة هذا النيتو، وبدرجة أو بأخرى مصر يعني مش منغمسة فيه قوي نتيجة الموقف الأمريكي، والأردن أيضا غاضبة من الموقف الأمريكي خصوصا مسألة السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، فما فيش أريحية لتكوين هذا الناتو. البديل للولايات المتحدة الأمريكية إيه؟ أن يدخل الخليج على حدية الصراع، والخليج في كل الأحوال هو موجود في حدية الصراع، لأنه الحديث الخارج من داخل إيران انه 8 قواعد عسكرية امريكية موجودة في منطقة الخليج واكثر من 40 الف جندي امريكي موجودين في منطقة الخليج، مع قاعدة عين الاسد الموجودة في الانبار، مع القاعدة الاخرى اللي موجودة في كركوك، دي كلها في مرمى الصواريخ والميليشيات الايرانية. الإشكالية الكبيرة اللي واجب علينا في العالم العربي أن نبحث عن ردود لها هي إذا تأجج الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، الطرف الوحيد المتضرر هو الطرف العربي وتحديدا الخليج. حسأل حضرتك سؤال يمكن سألته لضيفتي في الاستوديو، هل الولايات المتحدة ترغب بالفعل في يعني ضغط على إيران للوصول إلى نقطة الصفر في صادرات النفط، أم أن لها يعني هدف آخر هو جلوس على طاولة المفاوضات، وإلى أي مدى سوف تنجح؟ الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بيقين أنه مسألة وصول إيران إلى نقطة الصفر مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة، لأن هناك دول الجيران لإيران هم مش راضيين عن هذه العقوبات، والصين وروسيا أيضا. ايوه لا خليني دول الجوار دي اللي ممكن تبقى الترانزيت اللي من خلاله تسحب ايران نفطها الى الخارج. الجزئيه الثانيه ودي جزئيه مهمه جدا، ان الولايات المتحده الامريكيه هي تدرك بان دخول ايران لطاوله المفاوضات للوصول الى المطالب الامريكيه مساله صعبه ان لم تكن ايضا مستحيله، لانه ما اصبحش المطلب الامريكي الان من ايران هي مساله البرنامج النووي الايراني، اصبح الصواريخ البالستيه، اصبحت الاجنحه الايرانيه الموجوده في المنتشره في أربع دول عربية وانضمت إليهم عاصمة خامسة هي الدوحة، أصبحت التهديد للمصالح الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج. الجزئية الأخيرة ومن وجهة نظري هي جزئية تطييب الوضع العربي
والخليجي لصفقة القرن أو نهاية القضية الفلسطينية. فهي المسألة لها أبعاد كثيرة جدا بعيدا عن البرنامج النووي. تطويع إيران لهذا الوضع أنا متصور أنه مسألة صعبة. إحنا داخلين في مفترق صعب، والعالم العربي أكررها للمرة الثانية وللمرة الثالثة وللمرة الرابعة هو الخاسر الأكبر، لأنه ليس له رؤية في حقيقة هذا الصراع المتأجج بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. جزيل الشكر لك دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذة هدى، يمكن هاخد الجملة اللي قالها دكتور مختار فيما يتعلق بوجود أذرع قوية لإيران في المنطقة. ألا تخشى الولايات المتحدة من هجمات على قوات الأمريكية الموجودة في المنطقة من قبل أذرع إيران المختلفة؟ هو في الحقيقة خلينا يعني نتعامل مع الموقف الحالي اللي هو الإقليمي، ومن ناحية تانية الموقف الدولي اللي فيه رئيس أمريكي بعقلية وشخصية ترامب. بالنسبة لواحد زي ترامب، فبالنسبة للإيرانيين هم يدركوا تماما أنه هو ممكن يصعد لمرحلة ما أنه يوجه ضربة لإيران، أو يعني يتخذ موقف عسكري بشكل ما أو يستوي المقدار العسكري. وبالتالي الإيرانيين هم يتحسبوا أيضا لشخصية يعني هو ليس مثل ترامب أوباما مثلا أو حتى جورج بوش الابن. يعني جورج بوش اللي كنا بنتكلم وقتها في بعد 2001 عن المحافظين الجدد والتشدد اللي كان في العالم كله بسبب إدارة المحافظين الجدد، ومع ذلك كان في تعاون بين بوش إدارة بوش وبين الإيرانيين في العراق وفي أفغانستان. وبالتالي ترامب هو شخص لا يرى أي وجه، يعني هو لا يرمز لإيران إن هناك مصلحة أو تعاون مع إيران. يعني فإيران لا، يعني أنا أتصور أن الإيرانيين ليسوا بالحماقة أنهم يوجهوا أي ضرر مباشر للمصالح الأمريكية أو للجنود الأمريكيين في المنطقة. لكن من ناحية تانية هم ممكن يعني يدعموا بقى الأذرع الإيرانية أو الأدوات الإيرانية، زي مثلا دفع مزيد من التشدد للحوثيين أو حزب الله أو التواجد الإيراني في سوريا أو في العراق. هناك بعض الميليشيات العراقية التي لها علاقة بإيران وبالفعل منغمسة ومنخرطة في الحياة السياسية العراقية، وبالتالي قد تحاول إيران أنها تعطل بعض المصالح العربية أو بعض المصالح الأمريكية، لكن لن يكون هناك ضرر اللي هو يعني وقوع. طب كيف تعلقين على ما قاله الدكتور مختار غباشي فيما يتعلق بالضغط على إيران اكتساب يعني نقاط جديدة في مسألة القضية الفلسطينية أو الوصول إلى وضع إقليمي جديد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ هو أنا في تصوري أن حتى أنا كان لي مقال بيتكلم عن تداعيات أو يعني الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. لو احنا بنتكلم على الاعتراف ده، لو مش بنتكلم عليه بالشكل القانوني لكن بنتكلم عن تداعياته السياسية، أنا في رأيي أن الخطوة الأمريكية التي تمت الاعتراف الامريكي على الاسرائيلي على السياده في الجولان ده ليه اثار سلبيه تماما جدا، سواء على القضيه الفلسطينيه او على الوضع حتى لايران. يعني بالعكس ده يعتبر نقطه قوه لصالح ايران. بمعنى ايه؟ بمعنى ان قبل 2011 قبل الانتفاضات والثورات العربيه كنا بنجد ان الايرانيين او ايران وايام احمدي نجات كانوا بيكتسبوا شعبيه في المنطقه نتيجه دعمهم لحماس وحزب الله في حربهم في 2006 لو نتذكر، وفي 2008 في مواجهه الاسرائيليين. وبالتالي كان بينظر لايران على انها الدوله التي يعني تناصر القضية العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية. بعد 2011 لما حدثت الانتفاضات العربية وبدأت تظهر بقى هنا الصراعات على أسس طائفية ومذهبية، هنجد أن بدأ يظهر وجه مذهبي وطائفي لإيران في سياستها، سواء بدعمها لبشار الأسد أو رفض الثورة أو الحرب في سوريا، في حين أنها تدعم الجماعات الشيعية في البحرين. يعني فهنا بدأ يظهر وجه آخر مذهبي وطائفي في السياسة الإيرانية، وبالتالي بقى أصبحت الصراعات في المنطقة على أسس مذهبية. هنجد أن ده الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية، بالعكس أنت كده أعطيت فرصة للإيران أنها ترجع وتحشد، يعني مثلا تدعم حزب الله مرة أخرى أو تدعم حماس تحت مسمى أنها بتدعم القضية الفلسطينية، في نفس الوقت اللي الولايات المتحدة على علاقات طيبة وجيدة مع الدول العربية. فهنا أنت بدأت تظهر أن هناك تناقض بين الموقف الإيراني للقضية الفلسطينية والموقف العربي. وبالتالي هذه الخطوة كانت يعني بالعكس دي كانت في الصالح الإيراني. الأمر الآخر
ان ده يعزز العلاقه بين سوريا وبين ايران. يعني انت تريد ان تفك التحالف بين سوريا وبين ايران وتبعد التعاون ما بينهم، وبالتالي عليك ان تستميل سوريا الى الجانب العربي، لكن الاعتراف بسياده اسرائيل على الجولان بالعكس ده يجعل سوريا تتجه اكثر في اتجاه العلاقه مع ايران. فيما يتعلق استاذه هدى بالوضع في سوريا على سبيل المثال، انه بعض المراقبين بيروا انه الولايات المتحده خسرت كثيرا في المنطقه بسبب تحالف سوريا ايران والتدخل الروسي، فيعني هذه القرارات تاتي في محاوله لخلخله هذا التحالف ما بين هذه الدول ولإيجاد موطئ قدم للولايات المتحدة في هذه المنطقة. يعني الهدف إن هي يعني تستعيد ما فقدته من خلال الدعم الروسي لسوريا. لا بالعكس، أنا برى إن الموقف الأمريكي، يعني الولايات المتحدة طيلة الوقت تتحدث عن إنها تقف في وجه إيران وتحارب إيران. خلينا واضحين، لو هي تريد فعلا محاربة إيران كانت حاربت إيران في سوريا وهي موجودة في سوريا. بالعكس، هو أعلن انسحابه من سوريا وسحب جنوده من هناك وأعلن إن خلاص ده تراجع للولايات المتحدة. لا، هو بيحاول إن هو يستعيده. لا بالعكس، هو لو يعني هقول لحضرتك، قبل 2011 في 2004 أو غير متذكرة بالظبط، كان هناك مفاوضات مباشرة وغير مباشرة تمت بين سوريا وبين الإسرائيليين ببساطة تركية. بالتالي ده بيثبت إن سوريا كان لديها ميل أو يمكن أن في لحظة ما أن يعني تقرب موقفها من الموقف الإسرائيلي أو يتم المصالحة بين الإسرائيليين وبين السوريين، لكن هذا لم يحدث. هنجد أن فترة من الفترات أيضا كان هناك مفاوضات بين ده قبل 2011، كل ده بين الولايات المتحدة وبين سوريا. كانت إدارة بوش كانت تريد أن تستميل النظام السوري بعيدا عن النظام الإيراني، وبالتالي كان نوع من العصا والجزرة، وكان هناك في ده يشير إلى إيه حضرتك؟ ده بيشير، هقول لحضرتك، وكان هيتم إعادة السفير الأمريكي لسوريا. بمعنى أن الأمريكان حينما يريد أن تفك التحالف بين إيران وبين سوريا فعليك أن تستميل سوريا إلى جانبك، لكن الموقف الأمريكي أو موقف ترامب في أنه يعترف بالسيادة الإسرائيلية، أنت تباعد بين الموقف السوري والموقف العربي، بين أنك أمريكا تتحالف أو يعني تقرب مع سوريا. بالعكس، أنت يعني بتلقي بسوريا إلى الحلف الإيراني مع حزب الله مع روسيا، لأنهم هم من سيحفظوا المصالح الروسية السورية وليس في نقطة ترامب. أستاذة هدى لازم عايزة أشير إليها، موضوع الاعتداء العام الماضي أثناء العرض العسكري في منطقة الأهواز في إيران، وساعتها أنه إيران هددت وقالت أنه الولايات المتحدة وإسرائيل يعني متورطة وفي دولتين عربيتين، وكان في تهديدات واضحة وصريحة. النهاردة الرئيس الإيراني أعلن أن السعودية والإمارات بتضعان نفسيهما في مواجهة مع إيران بتأييدهما للقرار الأمريكي. كيف ترين هذه المواجهة المرتقبة ما بين إيران من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى؟ هل من مواجهة مباشرة أم يعني أيضا ينسحب عليها ما ينسحب على الولايات المتحدة؟ لا، لن تحدث طبعا بالفعل مواجهة مباشرة بين إيران وبين الدول الخليجية العربية، لأن الدول الخليجية العربية بيحميها بالأساس القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة. وبالتالي حتى ترامب في تصريحاته ضد إيران دائما يحذر أنه لن يتم المساس بحلفائه في المنطقة، وبالتالي إيران لن تقوم بذلك. لكن إيران طبعا هي قد تدعم بعض الجماعات الشيعية الموجودة في السعودية، أو تقوم ببعض القلاقل والاضطرابات مثلا تحدثها، أو بعض الأحداث في الإمارات مثلا، أو أنها تناكر في المصالح العربية في بعض المناطق الأخرى. يعني ليس بالضرورة أن تكون هناك، وطبعا لن تكون هناك مواجهة مباشرة. لكن عايزة أشير لحاجة، حتى تصريح الرئيس الإيراني اللي حضرتك أشرتي لي هو في ظل التصعيد الحالي، لكن لو إحنا جينا ننظر للتوجه الإيراني هنجد على مدار الأربع أعوام الماضية مقالات وتصريحات ظريف ورئيس روحاني تتكلم دائما عن فكرة التعاون مع دول الإقليم، حل المشاكل. يعني هو يريد أن يقدم يد تعاونية، لكن هذه التصريحات أنا في ظني هي نوع من الردع، يعني تهديدات لفظية ليس أكثر، ده نوع من استعراض القوة. يعني إيران تريد أن تبرز أنها ليست ضعيفة وأن لديها من الأدوات التي يمكن أن ترد بها، لكنها طبعا لن تكون هناك مواجهة مباشرة، لكن يتم الرد زي ما بقول لحضرتك إما بدعم الجماعات الشيعية هنا أو إحداث نوع من الزعزعة. طيب، يمكن كان دكتور مختار غباشي أشار أيضا إلى من ضمن الأذرع الحشد الشعبي في العراق. موقف العراق موقف في منتهى الأهمية، يمكن بعد فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراق
العراقي. لاحظنا أنه أول مكالمة تهنئة جات له من علي رجاني، وخلالها صرح الحلبوسي أنه يعني بيثمن ويقدر الدعم الإيراني طوال السنوات الماضية للعراق. يعني برأيك أنه هل لإيران من النفوذ القوي داخل العراق ما يعطي أو يعني يعطيها ضمانة بأن العراق داعم لها وضامن لها في أي مواجهة لها مرتقبة أو في أي موقف تتخذه الولايات المتحدة ضدها؟ طبعا العراق دائما تعتبر عنوان رئيسي، لما يعني نيجي نتكلم على توسع النفوذ الإيراني في المنطقة خاصة من 2003 بنتكلم على العراق، هي العنوان الرئيسي للنفوذ الإيراني. وطبعا لو احنا اتكلمنا ده مش نتيجة تفوق وعظمة إيرانية بقدر ما هي نتيجة، أولا نكون صراحة، ضعف عربي. الدول العربية لم تحتضن العراق بعد انهيار نظام صدام حسين، تركت العراق للولايات المتحدة ولإيران، وبالتالي كل ما في العراق حتى الآن المشهد الموجود السياسي والأمني في العراق هو نتيجة للترتيبات العراقية والإيرانية. الإيرانيين لعبوا دور مهم جدا في العراق من بعد 2003، هنجد أنهم عملوا على إنشاء يعني تحكموا واداروا العمليه السياسيه والانتخابات في العراق. النظام السياسي العراقي الذي جاء نتيجه للتصورات الايرانيه، ايران دعمت الجماعات الشيعيه ووصلت الى البرلمان ووصلت الى الحكومه. طيب هل ده بيعني ان العراق سيكون تابع او يعني هناك تبعيه كامله لايران؟ لا طبعا، لان هناك بعض التصريحات اللي بتصدر عن القاده السياسيين، مثلا على سبيل المثال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كان موجود في السعوديه، حيدر العبادي قبله كان موجود في السعوديه، هناك عوده وهناك من للدول العربيه للعراق مره اخرى لمناوئة النفوذ الايراني في العراق. ده جزء اخر بالنسبه لرئيس البرلمان العراقي، حضرتك بتشيري للتهنئه اللي حدثت. لا، هنجد مثلا كان هناك منذ عده ايام المؤتمر للبرلمانات العربيه المجاوره للبرلمانات المجاوره للعراق، كان هناك رئيس البرلمان السعودي والاردني والكويتي والايراني. وبالتالي العراق، حتى الرئيس العراقي مؤخرا وفي القمه العربيه في تونس كان بيتكلم عن ان العراق لن تكون مع طرف ضد اخر، هو يشير الى التنافس اللي بين ايران وبين السعوديه، هو يريد ان تكون العراق مساحه وسط للتوافق والتقارب بين الأطراف، وبالتالي العراق تريد أن تلعب هذا الدور برغم النفوذ الإيراني. هناك بعض الشخصيات العراقية التي ترفض السيطرة الكاملة الإيرانية على العراق. عشان احنا وقتنا قرب يخلص، أنا في سؤال عايز أسأله لحضرتك. أنا لاحظت خلال حديثك إن دايما بتتكلمي عن ترامب وليس الإدارة الأمريكية وليس الولايات المتحدة، يعني كأنه ترامب ينفصل عن الإدارة الأمريكية وكأن له قرارات يعني مستقلة له، وقلتي برضو في سياق الكلام إنه من الممكن احنا نتوقع من شخصية زي ترامب ضربة عسكرية محتملة احتمال. إذا ما حدث هذا الخطأ الاستراتيجي والتراجيدي من قبل ترامب، هل برأيك من الممكن أن تحدث من ترامب؟ وهل يعني إذا ما حدثت هل تؤدي إلى تطور ميداني في المنطقة لا قدر الله؟ هو مبدئيا انا كنت بتكلم عن يعني ببالغ في شخصيه ترامب الغير متوقعه، لكن ان يتم توجيه ضربه عسكريه طبعا ده لن يتم طبعا بالفعل، لان ايران ساعتها ستوجه ضربه مباشره لاحد المصالح الامريكيه، لان لو هتنضرب اكيد هترد هي الاخرى. لكن كمان هناك مؤسسات في امريكا، يعني امريكا في النهايه دوله مؤسسات، فعندك البنتاجون يستطيع ان هو يردع او يوقف اسفه قرار مثل هذا. لو حدث تطور مثل هذا طبعا المنطقه هي اللي بتشتعل وليست أوروبا أو الولايات المتحدة، بالعكس هيتم التصعيد في مواجهة الدول العربية في مواجهة المصالح العربية. عندك منشآت نفطية عربية موجودة، فإيران ممكن تحدث بعض الأزمات في مضيق هرمز، رغم أنا عايز أشير حاجة أن تهديدها طيلة الوقت بإغلاق مضيق هرمز طبعا هو مجرد تهديد للرادع، لكنها لن تجرؤ على هذا لأنها طبعا بيمر من خلاله النفط دولي غير أنه دولي، والدول المجتمع الدولي هو اللي هيقف أمام إيران، إيران نفسها تضرر لأن النفط بتاعها بيمر من خلال المضيق، فبالتالي لن يكون هناك التصعيد. ولكن في النهاية أنا في تصوري أن أي قرارات ترامب بياخذها هي لا تصب في استقرار الشرق الأوسط، وبالتالي لابد الدول العربية يكون لها موقف يعني نابع من المصالح العربية وليس نابع من التخوف الإيراني فقط. أشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة ووجودك معنا النهاردة الأستاذة هدى رؤوف الباحثة المتخصصة في الشؤون السياسية. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة. انتهت حلقة اليوم من المشهد، غدا بإذن الله لقاء جديد، حلقة جديدة وفريق عمل جديد.